الثالث وقبل الأخير من التحضيرات لرمضان. والتحضير اليوم كامل عن السمبوسك. رح نعمل عجينة البيت ورح نعمل حشوات مختلفة بالإضافة لأشياء غير تقليدية زي حشوة حلوة. ورح أعطيكم أفكار تانية مش ضروري طبقتها اليوم بالفيديو، بس رح أعطيكم كمان لينكس لأشياء أنا عملتها قبل رمضان الماضي وعلى المدونة. فخلينا نبلش. بتمنى الفيديو يعجبكم. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. هلا أنا عمالي بحضر حشوة اللحمة، بقى أنا عم بعمل العينات لأنه صراحة بطل شي وسع من الفريزة بس لأغراض الفيديو، وأصلا إحنا مش أكيلة سمبوسك صراحة كتير، فيعني طبعا أنتوا أكيد بقدر أفهم إنه ممكن تعملوا طيب هلا عم نعمل حشوة اللحمة زي ما انتم شايفين، لحمة وبصل بس، وراح احط لها هاي البهارات. هلا هاي البهارات مو ضروري، اللي هي بهارات اسنات، توابل السمبوسة، السمبوسة واللحم المفروم. هاي موجودة في محل اسمه خليج السعودية بالمقابلين يبيعوها، وفي وحدة اظني على الفيسبوك كمان بتبيعها، بس اذا مو ضروري ابدا. هي فيها شوية تحس سكري وشبت، فاللي ما عندها وما بدها عادي تحط البهارات اللي هي بتحبها، وممكن تحطي شبت، ممكن تحطي شوية كاري بالحشوة، وفي ناس كتير بتحب تحط بازيلا، أنا بحبها بس لحمة وبس هذه. وراح أحط شوية دبس رمان بالآخر. هلا بدي أعمل حشوة من الأجبان اللي عندي. يعني الشطارة إنك مرات أحياناً مش ضروري تلتزمي بوصفة معينة، نفرض انه انت ما عندكيش كل الاشياء تبعت الوصفة او عندك بواقي، فتلملميهم مع بعض وتعمل منهم حشو وانا متأكدة حتى بتشهي is a great idea، فكرة ممتازة. عندي هون جبنة لبنسية محلية وانا فاركتها هيك صغير، عندي هون علبة جبنة فتة ضايل منها شوي رح افركها هيك، رح افعصها شوي بالشوكة، وعندي literally شريحتين جبنة شدر وشريحتين جبنة إدام، وحطيت عليهم شوية حبة بركة، ورح تكون هذه عندي حشوة أجبان مشكلة كيف بالله. طبعا انتم مو ضروري تلتزموا بهاي الحشوة، يعني قصدي ممكن تحطوا جبنة بيضة مع زعتر. انا رح احط لكم شو الاوبشنز هلا رح تطلع لكم على الشاشة، في اكثر من اوبشن ممكن يكون بالجبنة كجبنة بيضة او أجبان، بس انا الفكرة اللي حبيت اركز عليها اليوم انه مو ضروري اطلع واشتري اذا انا عندي بواقي جبنة وبقدر استخدمها بحشوة الجبنة تبعتي. هلا هاي العجينة من زمان انا بشوفها بالخليج بيستعملوها كتير، مبسوطة اني لقيتها على دكانتي وجبت منها. يعني المفروض انها هي عجينة بوف جاهزة، البوف اللي هو سمبوسك اللي بفقفق، هذا اللي بيكون له فقاقيع كلنا بنحبه، مش رخيصة كتير، حقها 3 دنانير وشوي لل 20 حبة، يعني 20 دائرة. بس احنا طبعا في هذا الفيديو رح نعمل عجينة بوف، ما تقلقوش، اللي حابب انه يعمل هاي العجينة بالبيت رح نعملها، واللي حابب انه يشتريها جاهزة هذا اوبشن متوفر بالسوق. وحبيت ابطئ شوي الفيديو عشان افرجيكم كيف طريقة هذا التويست اللي بنعمله، لانه في كتير ناس بتحب انها تعمله بهاي الطريقة. طبعا بس ايدك تاخد على الموضوع، انا طبعا كنت عم ببطئ خصوصي بس بتصير الشيء اسرع واسرع، بس مو ضروري، رح افرجيكم طريقة تانية برضو بتسكر فيها العجينة، ومو ضروري نعمل هذا الشكل مجدل اللي هو الطريقة التقليدية اللي بالشوكة. وبس طبعا اول حشوة حشيتها هي حشوة اللحمة، وبتقدروا تستخدموا هاي العجينة لأي حشوة من الحشوات اللي ممكن انتوا بتحبوها. هلا الطريقة اللي بفرز فيها عجينة السمبوسك بالعادة هي اني بحطها بالفريزر بيناتهم طبقات مشان ما يلزقوا فوق بعض ويتجمدوا تماما. اسمه هذا الطريقة بالانجليزي اسمها فلاش فريزينج، يعني بفرزها تفريز سريع وبعدين بحطها بكياس. هاي الطريقة كتير سهلة، يعني حتى بتقدر تشكلي
بعدين تحطي مثلا اكثر من حبه بكيس من انواع مختلفه، بحيث انه كل مره قبل الفطور تقدر تطلعي كيس وتعملي يعني كانه سمبوسك مشكل للناس اللي ما بفرق معاها شو النوع. هلا حبيت افرجيكم هاي الطريقه بالسمبوسه او السمبوسك. الحشوه طبعا راح اعملها معاكم هي بالدجاج برمضان نفسه، بس هي اصلا مش حشوه سمبوسك، هي حشوه انشيلادا زادت، فانا حبيت اني استغلها. لكن بتقدروا تعملوا اي حشوه دجاج بتحبوها، بالذات الدجاج ظريف كتير لهي الطريقه، لانه بعدين راح تشوفوني راح اغطسها بلبن يعني مخفف بشويه مي وبعدين بدوريتوس ونقليها. كتير كتير طيبه وتعتبر وجبه كامله صراحه اذا كان عندكم بواقي اكل، رهيبه جدا يعني اظن الواحد ما بيقدر ياكل اكثر من واحده. بس بالعاده بفرزها بهذا الشكل، وقبل القلي بحب اني اغطسها بالدوريتوز وارجع هيك احطها شوي بالثلاجه. الحشوه هاي كتير زوجي حبها اللي هي سلامي وجبنه سلايسز، طريقه كويسه لاستخدام الكولد كاتس البواقي اللي عندك مرتديلا لاخر شيء بتاكله وزاد وبدك تخلصي منه، رهيبه للسحور بظني، او تحطيها مع صوص بيتزا كدب جنبها، يعني حشوه مختلفه وعن جد عن جد زوجي كتير حبها. بدي احكي عن طريقه ضبي للسمبوسك. نصيحتي لكم انكم تحاولوا تعملوا طبقه واحده، انا حطاه بكيس هون، جبت من هدول الصحون الفلين، او بدكم تقدروا تجيبوا البلاستيك، هدول الصحون اللي بحطوا فيهم اللحمه، بتقدروا تجيبوها من عند المواد اللي بتبيع المحلات اللي بتبيع المواد تبعت المطاعم ورخاص بنباعوا، يعني هو يعني اذا انت بتعملي كتير اشياء زي هيك زي سمبوسك زي معجنات كبة إلى آخره بلزموكي، أو إنه عادي بتقدر تحطيهم بصحون عادية ما في مشكلة، أو بتفرزيهم على صينية وبعدين بس يجمدوا بتقدر تحطيهم بكياس وبتحطيهم بالفريزر. بس أنا بحب أحطهم بهدول الصحون، حتى بستعمل هذا الحكي للبزنس، وبحب أحط هذا الورق. هذا الورق بتلاقوه بالسوبر ماركت ببيعوه عند جهة الكياس موجود، يعني أنا جايباه من السوبر ماركت عادي، هو ورق غذائي. المهم نصيحتي لكم انكم اول اشي طبقة واحدة انحط، يا اما بتفرز كلاته زي ما حكينا كامل وبعدين بس يتفرز يصير جامد بتبكت بكياس، يا اما بنحطه بهدول طبقة واحدة برضه مش فوق بعض مشان ما يلزق فوق بعضه، ويعني لما يحل او لما تيجي بدك، انا ما بخليه يحل، انا فعليا بقليه ومفرز ما تكون فوق بعضها وتتمزق مشان ما تضلها يعني محافظة على شكلها. النصيحة الثانية بدي أعطيكم إياها اللي هي إنكم تحاولوا تشكلوا، يعني إذا فرزتيه بهذه الطريقة شكلي بحيث إنه كل كل فطور بتطلعي صحن، هذا الصحن عارفة أنت فيه حبتين من هذا النوع من السمبوسك وحبتين من هذا، أو يعني خمسة أربعة حسب عدد أفراد أسرتك، وبالتالي بيكون منوع. في ناس بجوز بتحب إنها لا تقلي اليوم لحمة اليوم بدها تقلي جبنة، وفي ناس بتحب سمبوسك منوع. العيلة اللي فيها أكثر من حدا وفي ناس بتحب الجبنة وناس بتحب اللحمة زي حالاتي، يفضل إنه بالنسبة لي أحط مشكل عشان إذا أنا بحب الجبنة بأكل جبنة واللي بحب اللحمة بأكل لحمة. ونرجع للسمبوسك المربع، عندي لبن وخففته بشوية مي وبعدين رح أحطه بالدوريتوس، أو بتقدر تستخدم شيبس ليز أصفار أو إذا حبيته كورن فليكس، الفكرة تعطي طعمة وتعطي كرانش. هلأ اللي حابب يفرزها هيك بقدر أكيد، واللي حابب يعني يعملها قبل القلي هيك بقدر برضه، بس مو يفضل ترجع على الثلاجة أو على الفريزر 10 دقايق قبل القلي مشان تثبت يعني الطبقة هاي على السمبوسك، وبتنقلها طبعا بزيت غزير. ونيجي عنا للعجينة اللي بدنا نعملها مع بعض، هي عجينة البوف أو عجينة السمبوسك اللي هي بتنفخ. هاي الطريقة كتير لذيذة وسهلة، عندي عجينة الباف بيستري تبعت السنبلة أو أي نوع باف بيستري بدكم إياها، أنا كنت ناوي أعمل نص الكمية فحطيت شريحتين من هاي العجينة بقلب كوباية مي، بس فعليا كنت لازم أحط أربعة بس نسيت إني أنا عم بعمل نص الكمية. فأنيويز رح أعطيكم المقادير كاملة، بدنا أربع شرائح من رجعت ضفتهم بعدين، أربع شرائح من عجينة الباف بيستري مع كوباية مي دافية، بدي اخلطها مزبوط لحتى هيك العجينه تصير طريه شوي، وبعدين بدي ابدا اضيف عليها الطحين. رح تاخذ حوالي عنا كوبايتين من الطحين، ممكن اكثر شوي حسب نوع الطحين حسب نوع الجو او جو، ورح نحط لها شويه ملح، وبدنا نتركها ترتاح لها شيء يعني 10 دقائق لربع ساعه قبل ما نبدا نشتغل فيها.
هلا لتحضير السمبوسك بامكانكم انكم تقرصوها هيك دوائر صغيره او تفردوها وبعدين تقطعوها، فانتوا حسب شو انتوا بتحبوا. راح افرجكم الطريقتين، بس قبل بدي احضر معاكم حشوه رابعه. انا طبعا عم بشرح وفكر ان الكاميرا مسلطه عليها، طلعت للاسف مش مسلطه عليها. فانا عندي جبنه فتا، جبنه موزاريلا، وجبنه كرافت اللي هي العلب الشدر البروسيسد، وعندي كمان جبنة كاسات حوالي معلقتين. يعني هذه فيش مقادير معينة، قد ما بتكون فلفلة حمراء، ذرة، بقدونس أو كزبرة، شو بتحبوا. يعني فعليا قديش أنتوا بتحبوا الكميات اللي أنتوا بتحبوها. بس خلينا نقول أني أنا حطيت تقريبا علبة صغيرة جبنة كرافت، حطيت ربع كوب جبنة موزاريلا، ربع كوب جبنة فتة، ومعلقتين كبار جبنة سائلة اللي هي الكاسات، وحطيت ربع كوب ذرة، وشرحة فلفلة حمراء، وشوية بقدونس، وبس. هلأ الطريقة الأولى، عندي هاي الآلة جديدة جبتها، حقها 4 دنانير، مش بطالة، بجوز مش أحسن إشي لعجينة السمبوسك، بجوز لعجينة باي أو هيك إشي تكون أظرف، بس مش بطالة أبدا. بس أنا حطيت يعني قطعة بلاستيك مشان ما تلزقش بالخشب العجينة، وبتكبسوا عليها شوي. الحلو في الموضوع إنها بتفرد لكم إياها مدور، وبيكون سهل كتير إنك تحمليها وتحطيها بقلب القالب اللي راح تستخدميه لتسكير السمبوسك. وطبعا القالب حسب الحجم تبعه، حسب الحجم اللي انت بتحبيه. هدول بيجوا 3 قوالب 3 احجام، انا استخدمت الحجم الكبير، هلا راح تشوفوا. نحضر كمان حشوة غير معتادة، رح نعمل حشوة تشيز برجر. أول شي رح أعمله هي إني رح أستوي اللحمة تماما. هلأ عشان أعمل حشوة تشيز برجر، أنا كتير حبيت إني أكرمل شوية بصل وأحطه، بتقدروا تحطوا فطر إذا حبيتوا. البهارات اللي حطيتها صراحة كانت ملح وفلفل أسود، يعني حبيته عن جد يكون طعمه برجر. بس بتقدروا تحطوا إذا حبيتوا زي ما حكينا فطر غير البصل المكرمل. فيكم تحطوا كمان مخلل للي بيحبوا المخلل مع البرجر بصير. ممكن انا شخصيا ممكن اعمل دب جنب السمبوسك، بيكون كتير لطيف، يكون فيها كاتشب مايونيز ومخلل، وبتطلع كتير لطيفة يعني يعني اشي جانبي يتغمس فيه السمبوسك. وهذا راح احشيها بالعجينة اللي انا عملتها. العجينة اللي انا عملتها صراحة بجوز بدها طحين كمان شوي، فانتوا ضيفوا طحين لغاية ما توصلوا لقوام عجينة يكون نسبيا يعني مش ما يلزق كتير معاكم، بس هي كتير كتير لطيفة. وراح أحط لكم اللينك برابط بأسفل الفيديو للوصفة اللي على المدونة اللي فيها نشا. يعني أنا عندي عجينتين، هذه وواحدة تانية. زي ما شفتوا حطيت شوية جبنة شدر بالعادة، إذا ما عندكم جبنة شدر عادية ممكن تستخدموا السلايسز، وحطيتها بالقالب وكبستها. طبعا حبيت أفرجيكم إنه هاي العجينة اللي أنا عملتها كمان بكل سهولة بإمكانكم إنكم تشكلوها بنفس الطريقة اللي هي التويست هذا اللي عملناه بالعجينة اللي هي السولو أو العجينة الجاهزة. كتير كتير مهم لما بنعمل عجينة البوف بالبيت إنه يكون عندي الزيت غزير، وكتير مهم إني أضلني أقلب العجينة أو السمبوسك ما تخافوا ما بتفتح، لأنه مسكرينها منيح، وفي نفس الوقت أضلني أحط عليها زيت على وجهها. هذا الإشي رح يساعد على إنها تنفخ، وفي نفس الوقت تصير عنا بقايا هادي على وجهها. طبعا أنا عم بقلي سامبلز مشان الفيديو، بس فعليا طبعا بالبيت لما نقلي برمضان أكيد كمية أكبر. تفرجوا مع أحلى شكل العجينة وكيف البقايا اللي عليها، وهذه عجينة
تشيز برجر وتفرجوا على الجبنة الدايبة، ما يعني ما في كلام ينحكى. وحبيت أعمل إشي حلو فحطيت شوكولاتة جالكسي وحطيت مارشميلو. بإمكانكم تستخدموا أي نوع شوكولاتة بتكون إياه، زي كندر، كيت كات بتكون إياه، أو حتى شوكولاتة شيبس. بإمكانكم تحطوا حشوة أبل باي أو حتى حشوة بلوبري باي أو فراولة، اللي بتكون إياه من حشوات حلو يعني، ورشت عليها سكر ناعم. فكرة كتير حلوة كمان لو حطيتوا حشوة التملية، أو حتى قليتوا العجينة سادة ورشيتوا عليها سكر ناعم وقرفة. طبعا هاي العجينة بس تنحشى عادي، ممكن تفرزوها وتقلوها عادي مثل السمبوسك الطبيعي يعني. بتمنى يكون كل شيء عجبكم، بتمنى تجربوا كل الوصفات، وهذا رح يكون إن شاء الله الفيديو قبل الأخير. استنوني بالفيديو الأخير القادم بتحضيرات رمضان، وبتمنى لكم يوم سعيد ورمضان كريم.